عشان بإذن الله نعمل موسم كويس لازم نبدأ نقرأ كده أفكار يعني المدير الفني تحديدا وكمان الجهاز المعاون. موسيماني إلى حد ما البعض بيرى إن هو بيفاجئ بالتشكيل الجميع، يعني أوقات بيصر على تشكيل معين، بيتكلم إن هو عايز يحفظ اللعيبة المراكز بتاعتهم، هو ليه فكر معين، ولكن في الأول وفي الآخر أنا رح أتكلم عن الجمهور. الجمهور يعني إن هو يكسب، مش مهمة خالص أي تفاصيل تانية غير إن هو يحصد البطولات اللي هو متعود عليها في تاريخ الأهلي كله يعني منذ الإنشاء. فإحنا بنتكلم عن خسارة الدوري وسوبر، ولسه بنتكلم إن شاء الله في أمل كبير جدا في الكاس وموسم جديد عندك، فأدخل بفكر إزاي؟ أدخل بثقافة إزاي؟ البعض الآخر برضو خليني أنقل لحضرتك قبل ما أديك يعني فرصة الإجابة، بيتقال إن إحنا محتاجين تأهيل نفسي أصلا قبل الموسم الجديد للعيبة، علشان اللعيبة عندهم البعض بيرى تشبع من البطولات وده انعكاسات وحشة جدا على الملعب. تتفق او تختلف كابتن ولا؟ يعني انا هاخد من اخر الكلام انه تشبع البطولات. اولا النادي الاهلي مش اول سنه يكسب فيها، يعني النادي الاهلي طول عمره من ساعه ما انشئ والدوري العام والكاس اتلعبوا وبعد كده دخلنا في افريقيا في السبعينات والثمانينات، النادي الاهلي تاريخه مكاسب يعني. على طول يعني او معظمها يعني، ولذلك احنا لما نقول مثلا العشرة، ما هو الجيل ده وصل للعشرة وفي جيل ابتدى بالاولى اللي هم بتوع 82 وفي ناس في الوسط، فالنادي الاهلي البطولات مستمره وبيكبر بجيل ورا جيل يعني. فموضوع التشبع ده مرفوض في النادي الاهلي. وهل شايف الروح دي موجوده اصلا؟ لا انا مش شايفها موجوده. هو الفكره ان الموسم كان طويل شويه واللعيبه جت في الاخر كان بقى في ارهاق، وبالذات اللعيبه اللي بتلعب كمان دولي لانه بيلعب مع المنتخب، بيلعب طبعا مع النادي الاهلي في افريقيا، الدوري اتاجل كتير لما رحنا انديه كاس العالم واتاجلت علينا ماتشات كتيره، واحنا بنلعب في افريقيا اتاجلت علينا ماتشات، فاللعيبه اتضغطت الفتره اللي هي في نهايه الدوري حوالي مثلا 8 9 ماتشات الاخيره في اقل من شهر، فده بيعمل ارهاق، فهو الناس بتتخيل ان ده تشبع. ده تشبع بتترجم غلط يعني. احساسهم ان اللاعب مش قادر يطلع اقصى ما عنده، هم فاهمين ان ده تشبع. لا ده مش تشبع، هو اللاعب مش قادر لانه مش اله، وحتى الاله بتستريح، بيبقى في وقت عايز جسمه يرتاح ياخد اجازه، يبقى في فتره عدم لعب مباريات مضغوطه عشان يستعيد نشاطه تاني. زي ما الواحد كده بيبقى تعبان وبينام، لو ما نامش يوم تاني يوم مثلا يحس انه مكسر. طب ما احنا شويه كده وهنرجع نقول نفس الكلام تاني يا كابتن اسامه، بس انت عندك نفس المعضله هتتكرر تاني، ومشاركه النادي الاهلي بحكم انه قدريا بيشارك في كل البطولات الاقليميه والعالميه المتاحه. ما هو ده هنرجع نقول نفس الكلام تاني. انت كلامك كده مظبوط، السؤال ده جميل جدا. ما هو انا بس فسرت الاول ليه، انا بس بقول مش تشبع، لكن انا بقول ايه، في حلول. أيوة. ما هو الحلول ايه؟ اولا لابد انك كل اللعيبه اللي بتبقى موجوده تبقى جاهزه تماما، انك لما يغيب عنك 2 3 4 سواء في المنتخب او غيره ان يبقوا جاهزين ان يقدروا يلعبوا ويشيلوا اسم الفانيلا الحمراء. فعشان كده الاختيارات بتبقى مهمه جدا. طبعا. اختيارات القايمه طبعا. ما انا ما جيش صحيح في اساسي واحتياطي، ومن جيلنا واللي قبلينا واللي بعدينا في محمد صلاح، وفي واحد تاني في ليفربول مش محمد صلاح، في قفشه وشريف، وفي واحد تاني في الفرقه مش قفشه وشريف، وهكذا في كل الفرق العالم كده. ولكن على الاقل لازم يبقى المستوى متقارب، ما احسش بدروب قوي لما واحد او اتنين او ثلاثه يغيبوا. فعشان كده اختيار القائمه بيبقى مهم. انت عندك قائمه 30 وبعدين زودنا الاتحاد، يعني زود، مش انا بكلم على الاتحاد، زود 5 اللي هم من الناشئين انه يتأيدوا، فانت عندك 35 لاعب يعني، فلازم تكون مجهز كل الناس، دي واحده. لازم المدير الفني يخلق دوافع تملي جديده للاعيبه، ازاي يخرجهم من الحاجات ديت، هو بقى نفسه ازاي يدير المباريات باللي احنا بنقول عليه التبادل بين اللعيبه، يعني انه امتى يريح فلان وامتى يلاعب فلان عشان ما يرهقش. طب. دي بقى مع هو والجهاز، لانه مش هو لوحده، هو مدرب الاحمال والجهاز كله، بازاي يدور اللعيبه. ففي حاجات انت بتحاول تخرج من حته جزئيه التعب والارهاق، ولكن خلينا منطقيين، في الكره المصريه
اكتر ناس هتبقى تعبانه اللي هم لعيبه الاهلي لعيبه الزمالك دلوقتي شويه الى حد ما بيراميدز او اللي بيخش في بطولات افريقيه ولاعيبه كتير عنده في المنتخب. لما دول تقريبا دلوقتي انت لما تشوف القايمه اللي مختارها مستر كروش هتلاقيها منقسمه لعيبه اهلي لعيبه زمالك لعيبه بيراميدز محترفين، وهتلاقي عنصر او عنصرين او ثلاثه من كل انديه مصر وعلى استحياء. بس هي دي مش غريبه، هقول لك ليه مش غريبه، لانه اللعيبه المميزه في معظم الانديه دي في السنين الاخيره هي 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 بتلاقيها بتروح الاهلي والزمالك وبيراميدز. يعني ما انت لو جيت لفرقه الاهلي هتلاقي فيها كذا لاعب من الانديه الاخرى، لو رحت للزمالك هتلاقي فيه كذا لاعب كان في الانديه الاخرى، بيراميدز نفس الشيء، لان هم اقوى ثلاث انديه، هم اللي بيلعبوا افريقيا كتير، هم اللي عندهم خبرات اكتر، فده منطقي. يعني مع مستر كروش او غير مستر كروش هيبقى ده المنطقي، انه الاغلب هيبقى في الـ في الـ في الاربع كتل دول، اهلي زمالك ثالثهم بيراميدز، وقبليهم طبعا كلهم اللي هم المحترفين المميزين عندنا. فهم دول اكتر ناس بالنسبه للي انا بتكلم عن اللي هم في الدوري المصري، دول اللي بيتعبوا، انه عدد ماتشاتهم كتير قوي، وكمان مش بس عدد ماتشاته، مضغوطين عصبيا، وبالذات الاهلي طبعا نمره واحد والزمالك كمان، انه مطلوب من البطوله. انت المفروض تلعب الدوري تاخد البطوله، المفروض تلعب الكاس تاخد البطوله، السوبر تاخد الصوره تاخد البطوله، تلعب انديه كاس العالم على الاقلها تطلع ثالث. ما يعني حتى الناس دلوقتي ما بقتش ترضى، يعني هي فرحه المركز الثالث البطوله اللي فاتت، بس هي نفسها تروح للمباراه النهائيه جمهور الاهلي يعني. طبعا اكيد، فانت مطالب، فمضغوط على طول، سواء جهاز سواء اداره سواء لاعبين.